هل يجوز التصدق من فوائد البنوك؟ لا، الأصل أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. الأصل أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. فإن كان المراد بالتصدق هنا أن يخرج ما عليه من زكاة المال فالجواب لا، لا يجوز. يجب أن تخرج أطيب ما عندك لله تبارك وتعالى، من حق لله عليك ومن حق للفقير عندك في مالك وفي أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا حق للسائل والمحروم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيات، إلى آخر الحديث. فلا يجوز لك أبدا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. فلا يجوز لك أبدا أن تخرج من هذه الفوائد الربوية زكاة مالك أو صدقة تريد بها وجه الله جل وعلا. فالأصل أن الله تعالى طيب لا أقبل إلا طيبة. لكن علماءنا في المجامع الفقهية أفتوا بألا تترك هذه الأموال إلى البنوك. يعني أنت ربنا من عليك وعاوز تستخرج وفيه فوائد، لا تترك هذه الفوائد للبنك وتقول بقى أنا درويش وأنا مش عاوز، لا، لا تترك حتى لا تضخم المدرسة الربوية الكبرى، وإنما خذ هذه الفوائد البنكية وأخرجها في أي عمل من الأعمال، لا بنية زكاة المال ولا بنية الصدقة. ومن أهل العلم من قال: حتى ولو رأيت فقيرا يحتاج إليها فأعطه إياها لا بنية الزكاة ولا بنية الصدقة، وهي للفقير صدقة وللغني طهرة، وهي للفقير صدقة وللغني طهرة. لكن أنت تخرجها بنية الصدقة لنفسك، لا، لعل الله عز وجل أن يطهرك بها وأن يقبل منك هذا العمل، فلا حرج أن تخرجها لفقير محتاج، وده لا يناقض التأصيل لنا أصلته أبدا. أو في حمامات مسجد بيبنى، رصف طريق، بناء مستشفى، شراء جهاز لمرضى المسلمين لغسيل كلوي أو غير ذلك، أي باب من هذه الأبواب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب.